هذا ما فيش اي مشكل في هذا. يعني الناس اللي راهم يتكلموا على هاد الاشياء نظن غير الترويج، يعني في النو نيجاتيف، نظن باللي الناس كامل على بالهم باللي اهميه يعني المنتخبات في المشاركه، لان كما تعرف يعني قانون الكاف راه معروف، يعني ما تقدرش يعني بلد او منتخب ما يشاركش في نهائيات كاس افريقيا يعني المحليين.